ليك ومن خلال كل مشاهدي القناة فيما يتعلق بتحديد ربما بالنسبة لرئيس الجمهورية تحديد المحاور التي يعنيها التعديل، هو أن ربما فيه رسالة إلى أن هذا التعديل هو تعديل جزئي، يعني ليس وضع دستور شامل وإنما هو تعديل جزئي يمس الدستور الحالي في مجموعة من الجوانب، وبالتالي نقول دائما أنه نبقى في إطار التعديل وليس التأسيس لدستور جديد ربما مختلف إلى غير ذلك. هذه ربما الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هو أنه فيه مادام فيه لجنة صيارة فأنه من المهم جدا أن تتحدى أن يحدد رئيس الجمهورية ما هي المحاور حتى تستطيع اللجنة أن تدرك الخطوط أو المبادئ الكبرى التي تذهب أو تسير في اتجاه تعديلها أو تقديم مقترحات بشأنها، وبالتالي لا تتجه أو لا تمس ربما بعض المحاور التي لا تريد السلطة أو لا ترى ضرورة في الوقت الحالي إلى المساس بها. أعتقد أن هذه هي القراءة اللي ممكن نعطيها إلى فيما يتعلق بتحديد المحاور. طيب التعديلات هذه جاءت وسط أو بعد يعني مثل ما ذكرت انتفاضة، إن صح التعبير، انتفاضة تعبير وانتفاضة حقوقية في السابق، إلى أي مدى ترى أنه يمكن أن تتماشى هذه التعديلات مع مستوى تطلعات الشعب الجزائري مؤخرا في هذه السنة الأخيرة التي مرت نعم علينا؟ هو لما ننظر إلى مقترح التعديل في سياقه العام الذي تعيشه الجزائر، وأعتذر منك على الصوت لأن فيه يعني ليس على ما يرام يعني في هذه الفترة. ربي يشفيك إن شاء الله. الله يبارك فيك. قلت أنه في السياق العام أنه بعد حركة 22 فيفري لما خرج الشعب الجزائري للشارع كان يهدف إلى تأسيس لجمهورية جديدة، يعني جمهورية ثانية أو البعض يسميها جزائر جديدة مختلفة تماما على ما كانت عليه في السابق من العديد من الجوانب. وبالتالي لما الآن الدولة تؤسس، إذا أردت أن تؤسس إلى جمهورية جديدة فيجب عليك أن تمر عبر البوابة الرئيسية وهي تعديل الدستور، لأن الدستور هو الذي يضع الخطوط الكبرى للنظام، طبيعة النظام، هو الذي يحدد علاقات مؤسسات الدولة فيما بينها، هو الذي يحدد القيم الاجتماعية التي يجب على المجتمع وكل المؤسسات احترامها، وبالتالي المرور على التعديل الدستوري ضروري لتجسيد إن صح التعبير المطلب الشعبي الذي يهدف إليه الجزائريين وهو بناء دولة المؤسسات. ولكن فيما يقول ما إلى أي مدى ينجح، يرجع إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التعديل من العمق بما كان بحيث يستجيب إلى هذه جميل. الطموحات. وأنت في البداية فرقت بين التعديل والتأسيس. نعم. المرحلة هذه ترى أنه خطوة التعديل هي الأنجع أم انتظار ممكن تأسيس دستور جديد، أو يمكن أن نعدل في انتظار أن نؤسس دستور جديد؟ كيف ترى عملية الانتقال الدستوري إن صح التعبير هاته؟ نعم نعم، هو نحن أمام معادلتين. إما أن نؤسس إلى دستور جديد بشكل كلي، وهذا يتطلب وقت كبير ربما وقد لا يستجيب مع المرحلة، لأن المرحلة تقتضي التحرك ربما بأكثر سرعة من أجل وضع الأسس التي تنطلق من خلالها الجزائر في التأسيس لجزائر جديدة. ولهذا أعتقد أن كمرحلة أولى التعديل أهم بكثير، والتعديل يقدم خدمة أكبر. لماذا؟ لأن المسار في ظل الدستور السابق يستحيل معه إحداث أي تغيير يطمح إليه الشعب الجزائري، بالنظر إلى أن أحكام الدستور تعيق في كثير من الجوانب منها هذا المسار. ووضع دستور جديد بكامله أيضا يتطلب من الوقت بحيث يعيق هذا المسار. وبالتالي أول شيء أو أولويات أن يتم التعديل الضروري، في إدخال التعديلات الضرورية على الدستور والتي تمكن السلطة من إيجاد آليات تستطيع من خلالها تجسيد المطالب الشعبية والتأسيس لدولة جديدة، في انتظار ربما حتى تصبح ظروف الجزائر أحسن للذهاب ربما إلى دستور ربما جديد كلية بأفكار ربما جديدة لما كانش يحملها الدستور السابق. طيب نروح نقطة نقطة في المحور الأول اللي قلنا اليوم هو موضوعنا يتعلق بحقوق وحريات المواطنين. فيه حسب ما جاء في هذا المحور هناك ثلاث نقاط
أساسية. النقطة الأولى هي تكريس حريات فردية وجماعية جديدة عند الاقتضاء وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة. النقطة الثانية هي حماية حرية التظاهر السلمي. النقطة الثالثة هي حرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية على الشبكات المعلوماتية على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات حقوق الغير. نبدأ بالنقطة الأولى، تكريس حريات فردية وجماعية جديدة عند الاقتضاء وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة. برأيك ما هي الحريات الفردية والجماعية التي تنقص في الدستور الحالي؟ نعم، هو لو سمحتي قبل ما نتكلم على الحقوق والحريات يعني في هذا الباب أو ما هو مقترح في هذا الباب، ودت أن أعطي فكرة قبل ذلك على الدساتير، لأن قبل أن ما نتكلم على الدساتير تشمل كثير من النصوص، كثير من المبادئ، كثير من القيم، ولكن الدساتير في حد ذاتها الشيء اللي خلانا احنا مثلا نتكلم لك على الجزائر كتجربة، أن الجزائر دارت عدة دساتير في فترة قصيرة جدا، يعني تقريبا 7 دساتير في فترة نتاع استقلال تاع 50 سنة. درنا كل هذا الحجم الهائل من الدساتير، ورغم ذلك أن هذه الدساتير في كثير من الأحيان لم تحترم هذه الدساتير في مبادئها. وخير دليل على ذلك نقول ونعطيك مثال في النظام السابق، يعني وين توضع الدستور للجزائر، قام بوضعه الرئيس السابق ومع ذلك لم يحترم هذا الدستور على الإطلاق، وقام بتعديله في عدة مناسبات فقط من أجل تحقيق رغبة في الاستمرار في السلطة. معنى هذا أن هذا الدستور لم يحترم. علاش؟ لأن الدساتير لها مبادئ، هذه المبادئ من أهمها هو التقديس. الدستور مقدس، يفترض لي أن يسبق بصبغة التقديس. شأنه كما نعطيه احنا مثال في القانون، نقوله كما الآلهة في عهد الجاهلية، يعني قريش كانت تصنع الإله من الطين ومن الخشب. قبل صناعته، قبل أن تنتهي صناعته، كان مجرد خشب، مادة عادية في الطبيعة موجودة، ولكن بمجرد أن تنتهي يصبح إله، يصبح مقدس ولا يمكن المساس به. نفس الشيء بالنسبة للدساتير في حياة الشعوب. الدستور يكون مجرد مبادئ في أوراق متناثرة وأفكار لدى أفراد، ولكن بمجرد أن نضعه في دستور يفترض فيه أن يقدس. معنى هذا أن يقدس، ما يستطيعش الحاكم أن يعدل متى شاء، وإلا نسميه بيان دستوري يصير مرحلة. الدستور يجب أن يكون مقدس. ثاني شيء مبدأ، الدستور ما لازمش يحتوي على الحشو الإكثار من الكلام، لأن الدستور ليس إنشاء، الدستور هو مبادئ وقيم. هذه المبادئ تحتاج إلى الاختصار وإلى الدقة. لما نعطيك مثال بسيط، يعني المادة الأولى من الدستور الجزائر تتكلم على الجزائر وتوصفها بالديمقراطية الشعبية. الديمقراطية ليست وصف يلحق بالدولة، الديمقراطية هي أسلوب حياة. لو كانت وصف يلحق بالدولة كنا نلقاو بريطانيا تسمي نفسها ديمقراطية، وين خلقت الديمقراطية؟ ولا الولايات المتحدة الأمريكية تسمي نفسها ديمقراطية. كثير من الدول اللي تسمي نفسها ديمقراطية في دساتيرها هي لا تعرف الديمقراطية في الواقع. هذا يعتبر من قبيل الحشو. ثم نروح لك الحاجة واحدة أخرى، لما تقول تمييز مثلا المادة، لو نأخذ مادة 35 اللي تكلم على ترقية المرأة في الحياة السياسية، هذا نوع من التمييز بين الرجل والمرأة. المرأة تميز بالرجل بكفاءتها فقط، مش بجنسها. ما نرقيوش احنا المرأة لأنه جنس. المرأة يفترض فيها أن تكون فيه مبدأ أن المرأة في الجزائر شأنها شأن الرجل في الحياة السياسية. متى فرضت كفاءتها فتصل، لأن بعد واش ترتب على هذا النص؟ أنه لما رحنا للقوانين قلنا نعطيه 30% للمرأة. علاش نعطيه للمرأة 30%؟ لقيت المرأة هي اللي تشكل الكفاءة في الجزائر، فاللي ما لا تكون 70%. هذا نوع من التمييز، معيار الكفاءة يعني. هذا يسميه حشو في الدساتير. ولهذا أعتقد أنه من أهم الأشياء في الدستور نتاعنا لما نعدلوه نعطيه له القدسية اللي يسحقها ونتجنبه فيه الحشو. أنت أستاذ سمع قبل ما تروح، أنت شبهت الدساتير نتاعنا أو من ناحية المبدأ الدستور مثل ما قلت أنه شبهته بالآلهة في الجاهلية تصنع من الخشب ثم تصبح مقدسة، لكن ممكن دساتيرنا احنا في بلداننا العربية أو في العالم الثالث ممكن نشبهها نفس الشيء بالآلهة في الجاهلية التي تكلم عنها الخليفة عمر بن الخطاب، قال هي نصنعها من التمر وإذا جوعنا نأكلها. تقريبا هو نفس الشيء. نعم، وحدثت في دستورنا السابق وين تعدل من أجل المادة، من أجل تمديد العهدات. وكيف تعدل؟ شوف، تعدل بطريقة بشعة جدا. لما الدستور تعدل المادة من أجل تفتح العهدات، ثم بعد ذلك لما تحس أن عهدتك الأخيرة ستأتي
تعدل الدستور من أجل غلق العهدة. ثم نروح لكل دولة أخرى عربية عدلت الدستور من أجل أن تخفض في سن الترشح للرئاسية، لأن الوريث للحكم كان السن نتاعو ما يتوافقش مع الدستور، وتم تعديله في 24 ساعة. هذه الأساليب من التعديل تمس بقدسية الدستور. الدستور يتفق عليه مجتمع من أجل خلق مبادئ نتفق عليه جميعا، يجب أن لا نعدلها إلا للضرورة. جميل، نذهب إلى النقطة الأولى في المحور الحقوق والحريات المواطنين، تكريس حريات فردية وجماعية هكذا جديدة عند الاقتضاء وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة. ما هي الحريات الفردية التي تنقصنا في هذا الدستور الحالي؟ أنا لا أستطيع أن أعطيك حقوق أو حرية تنقصنا في هذا الدستور، ولكن أعطيك فكرة ربما هي أهم، هي جوهر الأمر. لما نمشي للدستور، نعطيك مثال بالدستور الأمريكي. الدستور الأمريكي لما تكلمت على الحشو نعطيك صورة. الدستور الأمريكي يتكون من 9 مواد فقط. الدستور الفيدرالي يتكون من 9 مواد، ما يتكونش من هذا الحجم تاع المواد. لما نتكلم على الحريات، الدستور الأمريكي لم يتكلم على الحريات بالتفصيل. قال أن الأمريكيين متساوون ويمارسون حقوقهم وحرياتهم بكل حرية. هذه هي مادة وحيدة. لما يختلف الفرد مع السلطة في ممارسة شكل من أشكال الحرية، هل هو يدخل في باب الحريات أم لا؟ شكون اللي يفصل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو القضاء، يلجأ إلى القضاء من أجل القول. القضاء يفصل، هل هذا يدخل في باب القضاء؟ يحتكم إلى ماذا؟ نعم، إلى ماذا يحتكم القضاء؟ يحتكم إلى القانون، القيم الاجتماعية، وليس القانون، ليس الدستور. الدستور لم يذكر. طبعا أكيد ليس الدستور، لكن هناك قانون يعني أدنى درجة من الدستور هو يفصل في كل هذه الأمور. القوانين الدساتير لا تفصل. وهنا نرجعك الحقوق والحريات. لما نشوف المادة في الدستور الجزائري نلقاو من المادة 32 حتى للمادة من المادة 31 حتى المادة 72 كلها تتكلم عن الحقوق والحريات. شحال عندنا المادة 41 مادة تتكلم عن الحقوق والحريات وبالتفصيل تفصل كل حق وكل حرية وتوصفه. طيب لو نعطيك مثال بسيط، نعطيك مثال تفضل لو سمحت لي. لما نرجع للمادة 37 المادة 37 تتكلم على أن الشباب قوة حية في بناء الوطن. هذا جزء من الحقوق والحريات تذكرها. الشباب هو قوة، ولكن لما نرجع للواقع وش نلقاو؟ الشباب ما هوش قوة. علاش؟ لأننا لم نؤمن بهذه القيم. حقوق الإنسان هي إيمان وليست نصوص. النصوص الآن قد تتفق أو تختلف معي، تقول لي أني نضيف 10 حريات أو 10 حقوق، ولك أن تذكر ما شئت. كان حتى الحق في المنظر الجميل، ذلك أوروبا ماشيين الحق في المناظر الجميلة، ما نشوفش أنا منظر سيء في الطريق، هذا حق من الحقوق. تقدر تقول لي نذكره في الدستور، ولكن نعم في نقاط كثيرة. ذكر الحقوق ليس مهم، الإيمان بالحقوق هو أهم، وذكرها في الدستور أيضا فيه نوع من المبالغة. يعني كل هذا الشرح يعطي المبدأ ثم تأتي القوانين. كل هذا الشرح، والتفصيل والحشو في دساتيرنا وما طبقناهاش. يعني ما طبقناهاش. لما نتكلم على حرية التنقل، عناوين فقط تحترم أكثر. لو نتكلم على حرية التنقل، دستورنا يعطينا الحق، يقرر الحق في حرية التنقل، ولكن العاصمة مغلقة. دستورنا يعطينا الحق في التظاهر، ولكن لما يتظاهر الإنسان حرية التعبير، ولكن لما يعبر الإنسان يجد نفسه في المؤسسة العقابية مع الأسف الشديد. الدستور نتاعنا يتكلم لنا حرية الإعلام، ولكن هل الإعلام فعلا يمارس في هذه المهمة نتاعه بكل حرية مطلقة؟ هذه الإشكالية. علاش؟ سمح لي. جتنا من الإيمان بالقيم، يجب أن نؤمن بالحقوق. طيب، لا أن نذكرها في الدساتير. ظاهرة الحشو هذا ظاهر أنه مشتهر منتشرة، مش فقط على مستوى الدساتير فقط، حتى على مستويات سياسية أو مستوى الحكومات. مؤخرا مثلا الحكومة الجزائرية التي أعلن عنها 39 وزارة في الدول الغربية، مثلا أمريكا 16 وزارة، في اليابان 16 وزارة كذلك، وينص أو 14 وزارة ما أعتقد، وينص الدستور الياباني أنه لا تتجاوز عدد الوزارات 17 وزارة، رغم أنه اقتصاد كبير ويعني مسيطر على ربع أو نصف اقتصاد العالم. يعني ظاهرة الحشو هذه منتشرة مش فقط في هذا فكر والتفصيل، هذا مش فقط في فكر. أنا لما أعطيتك مثال بالدستور الأمريكي، الدستور الفيدرالي الأمريكي فيه 9 مواد فقط، 11 المادة مش 9 مواد، 11 المادة. لماذا إلى ما ترجعه هذا المفارقة هذه باختصار؟ لأن فيه إيمان بالمبادئ اللي تضمنها الدستور. لما توضع الدستور 7 أشهر
وهي مناقشة متواصلة بين ممثلي الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع قواعد هذا الدستور إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى نظام فيدرالي أم لا. كل هذه المدة خلت الأمريكيين يوضعوا قيم مستقرة ثابتة لا تتغير، أما تأتي القوانين تأتي تجسيدا لتلك المبادئ وتلك القيم. تعدل الدستور الأمريكي في حوالي أكثر من 170 سنة، تعدل 11 مرة فقط. تعديل في الدستور الأمريكي يتعلق بوجود البيض والسود في مدرسة واحدة استمر 14 سنة. شو انظر إلى هذه القدسية في المبادئ، لما تؤمن بالمبادئ تجسدها في الواقع، أما عندما لا تؤمن بها تذكرها في دساتيرك ولكنك لا تحترمها في الواقع، وهذا ما حدث مع الكثير. ولهذا أنا أعطيتك رأي حتى لو سمحت نفتح القول فيما يتعلق بالحقوق والحريات في الدستور الجزائري المقبل. أتمنى أن لا تضاف حقوق أخرى، أتمنى أن تذكر مبادئ موحدة على أن الجزائري يتمتع بكل حقوق والحريات المسموح بها قانونا دون تفصيل، دون تفصيل، ويبقى القضاء المستقل. لما نتكلم على المحور الآخر فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، لما نجسد استقلال القضاء فليضع القضاء هو الذي يحدد ما هي ما يعتبر من قبيل الحقوق وما لا يعتبر بينه وبين الإدارة. ولهذا ذكر العناوين في الدساتير يقتل الحقوق والحريات، الإيمان بها وتجسيدها في القوانين هو الوحيد الذي يكفلها في المستقبل. الوقت ضيق جدا، وأعتقد أنه أنت مضطر بعد قليل للذهاب لظروف شخصية، لكن لذلك أريد أن أناقش معك أغلب النقاط التي جاءت في هذا المحاور. جاء كذلك في النقطة الثانية، خلينا في النقطة الأولى، وما قال أنه ما هي الحريات، تكريس حرية فردية وجماعية جديدة عند الاقتضاء وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة. عبارة عند الاقتضاء، ألا ترى أنها تكرس هذا تكرس الذكر، تكرس الكتابة ولا تكرس الإيمان، وما تخليش كما تكلمت على المبدأ العام الذي يجب أن يحترم. يعني لما نتكلم على كلمة عند الاقتضاء، يعني ممكن هذه عند الاقتضاء ممكن تزول بعد شهرين أو عام سنة، ممكن تزول ولا تحترم، وتعوضها ممكن مبدأ آخر. أو أنا نعطيك حتى هنا نعطيك مثال فيما يتعلق بحرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. المبدأ موجود في الدساتير الجزائرية، ولكن الأحزاب لن تحصل على لعشرات السنين لم تحصل على الاعتماد. هذه الفرق بين أن تؤمن بالقيم وبين أن تتبع موازاة الإرادة السياسية مع المبادئ الدستورية. هذا هو الأساس. عندما تؤمن توجد الإرادة السياسية لدى السلطة في أننا نؤسس إلى دستور مقدس، في أننا نؤسس إلى مجتمع جزائري يتمتع بكامل حقوقه وحرياته، عندها يكفينا أن نضع حتى وإذا بقى هذا الدستور الحالي، المهم تكون تتماشى معها الإرادة السياسية، ممكن تكون أحسن من أنا قلت أنه 41 مادة في الحقوق والحريات يمكن أن نستغنوا عليها ونقولوا أن الفرد يتمتع بكامل حقوقي كما أغلب الدساتير، فقط أن نؤمن بها وتكون في إرادة سياسية. أما وأن نذكرها هنا فهذا لا يعني دليل قاطع على أننا سنحترمها في الواقع في المستقبل. لماذا؟ لأنها كانت موجودة، وقلت لك 41 مادة تتكلم عن الحقوق والحريات، ولكن تجسيدها في الواقع كان ضئيل جدا. النقطة الثانية تتكلم على حماية حرية التظاهر السلمي. الدستور الحالي وكذلك يكفل حرية التظاهر السلمي؟ نعم يكفل، ولكن يكفل. يقول في إطار ما ينص عليه القانون، في إطار في النقطة قضية التظاهر السلمي هذا ثاني هو نوع من التقييد، هذا ثاني نوع من التقييد. هذا المقترح لما نقرأه كقراءة يعني قانونية نقول أنه فيه دعوة إلى أن القانون سيقيد الحق في التظاهر، رغم أن الحق في التظاهر يجب أن ينظم قانونا ولا يحدد قانونا. علاش؟ لأن المبدأ العام أنني حر أتظاهر متى شئت، فقط أن أحترم أن يكون تظاهر سلمي، أن لا أمس بمؤسسات الدولة أو بحقوق الآخرين، وأن أعبر على رأيي بكل حرية. هذا هو الأساس في المبدأ. أعطيني الأساس، لماذا تقيدني بالقانون؟ القانون غدا معناها لما نقول في إطار ما يسمح به القانون، إذا كان القانون قال لا يسمح مثلا كما حدثت لنا في العاصمة، وين كنا نقول لا يمكن التظاهر في العاصمة، إذا كان قيدها القانون معناها أني ما أقدرش نمارس حقي، وهذا فيه تحديد. ولهذا فرق كبير بين الظروف الخاصة، الظروف الطارئة، الظروف الخاصة لا يمكن أن أحيانا تكون هي أسمى من الظروف الخاصة لها باب آخر، الظروف الخاصة لها باب آخر في الدستور لوقت معين يتكلم ويحدد طريقة ممارسة الحقوق في كل دولة، في كل دساتير. في حالات الاستثنائية
الدسيه ديال تاعها تنص على انه فيه حد وفيه تقييد للحريات والحقوق وفيه ايضا قيود توضع على ذلك، وهذا لا يضر بالمبدا على الاطلاق لان الظرف هو الذي يقتضي ذلك. ضروره تماشي الاراده السياسيه مع المبادئ الدستوريه ذكرتني في وانا في حديث مع احد الاصدقاء هو يعيش في بريطانيا، قال لي انه في بريطانيا قل ما تريد ولكن يفعلون ما يريدون. أنت قل عبر ما تعبر عن رأيك، عندك ساحة تخرج تتكلم كما تريد، لكن في سياسة الدولة أو قال يفعلون ما يريدون. نعم. لا أدري إن كان هذا الرأي سديد إلى حد ما كبير أم لا، هو إلى في شق منه صحيح، ولكن في الشق الثاني أنا لا أعتقد ذلك. الفترة الماضية قلت له حتى نعم. قول ما نريد ما عندناش، يعني يا ريت كنا نستطيع أن نقول ما نريد في الفترة السابقة. في الشق المتعلق أن تقول ما تريد هذه موجودة في بريطانيا، عبر كما تشاء واخرج ما تشاء، وفقط أعلن أنك ستقوم بتظاهر من أجل مسألة معينة فيأتي الأمن لحمايتك ويخليك تعبر كما تشاء. أما الشق الثاني المتعلق أن يفعلون ما يشاءون، لا توجد دولة ديمقراطية تفعل ما تشاء، الدولة تقوم بما يجبرها عليه القانون. هناك دولة قانون في بريطانيا، بريطانيا لا تخالف القانون رغم أن قانونها في أغلبه غير مكتوب، ومع ذلك قيمها وقوانينها لا تخالفها، وهذا اعتقاد، وبالتالي ما نقدرش نقولوا أنها تفعل ما تشاء، وإنما تفعل ما يجب، وفرق كبير بين المصطلحين. نعم. في نقطة أخرى حول الثالثة، حرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير، يعني أنه يكون فيه، هي دائما هذا العبارة تاع دون المساس بحرية، يعني هنا يقع دائما الجدال فيها. نعم، دون المساس هذا يوحي بوجود عوائق وقيود، ولكن لازم يكون قانون يحدد. لازم يكون قانون يحدد عدم تجاوز الخطوط الحمراء، لازم يكون في الدستور عدم الاعتداء على 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 مثلا على سمعة او اشخاص او حياة شخصية لناس. لو سمحت هذه ما تكونش في الدساتير، هذه تقدر تكون في القوانين وفي سلطات الضبط. أنت كإعلامي عندك سلطة ضبط تنظم العمل نتاعك، هي الوحيدة اللي من حقها تقرر أنه متى تبدأ حريتك وأين تنتهي، هي التي لا تستطيع أن تقدر إذا كنت قد تجاوزت الحق المكرس في الدستور للمساس بحقوق الآخرين أم لا. هذه السلطة تكون مستقلة، يفترض فيها سلطة مستقلة، سلطة ضبط مستقلة مهنية تعرف المهنة جيدا، هي التي تقيم وليس النصوص الدستورية. النصوص الدستورية تتبنى المبدأ حرية الإعلام، أن الإعلام حر، هذا هو المبدأ، أن المواطن حر، هذا هو المبدأ. ثم تأتي بعد ذلك من يحدد الحرية جهات أخرى، لأنه لو كنا نعطيه للدستور أنه كل مرة نوضع قيود على الحرية فتنتهي الحرية، كل مرة نوضع قيود على الحق فينتهي الحق، لماذا؟ لأنه نعطيك المبدأ باليد اليمنى وناخذه باليد اليسرى اللي هي القيود، وهذه تتنافى مع الحقوق والحريات. الحقوق والحريات يجب أن تكون مقدسة إيمان، لأن المجتمعات المتحضرة انطلقت من هنا، بدأت مجتمعات إلى أن وصلت أنه القانون ما يحميش الحقوق والحريات على الآخرين. الأفراد فيما بينهم هم اللي يعرفوا حقوقهم وحريتهم ويمارسونها في إطار القانون، ولا يحتاجون حتى إلى جهة تفرض عليهم ذلك. يعني التحدي في رأيك، التحدي حسب ما فهمته من قولك أنه التحدي القادم والأكبر هو تحدي المنظومة القانونية الأخرى، مش الدستور. الدستور في حد ذاته ممكن نحطوه كما قلت عناوين أو مبادئ أساسية لا نحيد عنها، لكن التحدي الأساسي ممكن هي المنظومة القانونية الأدنى منه إن صح التعبير. الدستور نعم، الدستور له دوران، أنك من المفروض أن تضمن الدستور المبادئ الكبرى التي تؤمن بها لتأسيس المجتمع. هذه المبادئ تنظم عن طريق قوانين، قد تكون إذا كانت لديك إرادة صح حقيقية في الذهاب بعيدا إلى تجسيد المبادئ الدستورية، فستكون قوانين كلها مطابقة للدستور دون مبالغة. أما إذا كان عندك نية أن تستغل المبادئ الدستورية من أجل القيد فيما بعد عن طريق القوانين، في هذه الحالة تضع بعض المصطلحات التي تفتح الباب أمام لجنة، مع الأسف الشديد أمام لجنة المقترحات، في أنها تضع دائما
القيود، وهذا يمس بالحقوق والحريات مع الأسف الشديد. يمس بالحقوق والحريات. نعم بطبيعة الحال، لأنه لا ينفعني أنا لا تهمني. كل الدساتير الجزائرية جاءت بخمسة وثلاثين مادة في الحقوق، ولكن لما نرجع للواقع ما نلقاش مادة منها محترمة 100%. ولهذا أنا الشعب الجزائري لا يحتاج، إذا كنا نأسس إلى دولة الحق والقانون، لا يحتاج إلى المبادئ الدستورية بقدر ما يحتاج إلى تجسيد هذه الحقوق والحريات في الميدان. عندما أتنقل يجب أن لا أجد قيود في تنقلي، عندما أريد أن أتكلم يجب أن لا أجد قيود على كلامي إلا حقوق الآخرين، عندما يمارس الإعلام مهامه يجب أن لا يجد قيودا إلا فيما يتعلق بضبط المهنة والحفاظ عليها. ومن هنا فقط نستطيع أن نؤسس إلى قيم حريات وحقوق ثابتة في المجتمع الجزائري اللي ممكن تأسس إلى دولة جديدة إن شاء الله. نعم، في انتظار الزملاء الاتصال مع الدكتورة فتني منار أستاذة في القانون. قبل مغادرتك أستاذ، السؤال حول كنا تكلمنا عن مدى قدرة هذه القوانين، ونحن نعرف أنه في مثل هذه الحالات مثلا اللي تعيشها مثلا شعوب في 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 لحظات الانتفاضة أو لحظات الانتفاضات الشعبية، تكون مستوى المطالبات أو مستوى المطالبات الحقوقية تكون مرتفعة إلى مستوى عالي. إمكانية التماشي مع هذه المتطلبات، مع مستوى متطلبات المجتمع في الجانب الحقوقي، أكيد لأنه اليوم موضوعنا الجانب الحقوقي، إلى أي مدى يمكن أن نرضي مش طبعا جميع الشرائح المجتمع، المستحيل، ولكن على الأقل نكون في مستوى تطلعات على الأقل أغلى غالبية. نعم. المطالبين بحقوقهم في الجزائر. نعم، أول ما نشوف حتى تاريخ حقوق الإنسان يعني عبر العالم، حتى في الدول اللي رائدة في هذا المجال، يعني اللي أسست حتى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان جاءت بالتدرج وتطورت أيضا بالتدرج في كل العالم، باش ما ننكروش يعني نقولوا احنا رانا شاذين ولا يعني خرجين على القاعدة الأصلية، لا. الحقوق تتطور مع المجتمع، لأنه إذا كان مشيت إلى أبعد في تجسيد الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان قد تتعارض مع قيم المجتمع وهو فكر الفرد الجزائري. ولهذا الذهاب يكون بالتدريج، ولكن ليس بالانتقال من الصفر يعني من العبودية إلى الحرية، لا، هو العالم مشى كثير. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عنده عشرات من السنين، العالم كله جسد كثير من المبادئ نتاعه، والجزائر تبنات المبادئ اللي موجودة في الإعلان العالمي منذ عشرات السنين أيضا في دساتيرها. ولهذا احنا الانطلاقة، صحيح أننا ما نقدرش نقولوا أننا نروح إلى ما وصل إليه العالم الحديث في هذه اللحظة، ولكن فقط أن نمشي إلى على الأقل ما وصل إليه العالم من قبل عشرية من الزمن، لا أكثر ولا أقل، حتى نجسد. لأن المجتمع الجزائري هل علاش المجتمعات كلها تبنت هذه المبادئ وهذه القيم؟ هي أساس تطور المجتمعات. لما تلاحظ في العالم الآن ما هي المجتمعات المتحضرة والمتطورة؟ هي المجتمعات التي تمارس الحرية. الحرية وممارسة الحق هي اللي تعطي الفرصة للفرد من أجل أن يبني المجتمع نتاعه. ممارسة الحقوق والحريات هي اللي تخلي الفرد يثيق في السلطة نتاعه. ممارسة الحقوق والحريات هي اللي تخلق نوع من المنافسة بين أفراد المجتمع من أجل الذهاب بعيدا. كل هذا يؤكد على أن احترام مبادئ حقوق الإنسان العالمية في الجزائر سيكون لبنة ضرورية للتأسيس لدولة حقيقية، ويسمح بتطور الجزائر، ويسمح باش الفرد الجزائري لا ليس فقط يسترجع ثقته في سلطته، وإنما الفرد الجزائري يساهم بشكل إيجابي في بناء الدولة الجزائرية. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا. سيد الخميس الثامنية قاضي سابق، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا سيدي الفاضل. العفو، أهلا وسهلا بك. مشاهدين الكرام، لأن معنا اتصال هاتفي مع الدكتورة فتني منار أستاذة في القانون. أستاذة صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباحكم سعيد، واهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين لقناتكم الكريمة. نعم، اهلا وسهلا. استاذة، كنا نتكلم قبل قليل حول محاور التعديل الدستوري الذي طرحه الرئيس عبد المجيد تبون، وتكلمنا حول المحور الاول الذي يتعلق بحقوق وحريات المواطنين، وتكلمنا في الكثير من المواضيع. الاستاذ عثمانية تكلم حول انه ممكن الدساتير في العالم تكون عبارة عن مبادئ ممكن
أساسية مش بالضرورة تكون فيها شرح كبير لكل ما يتعلق بإن صح التعبير الممارسات الحياتية الجزئية المفصلة، أن الدساتير لا تكون مفصلة وإنما القوانين الأقل منها درجة هي من تفصل في كل هذه المواضيع. ما رأيك في هذه النقطة؟ أكيد أنه الأستاذ لم يخطئ في ذلك، وإنما هو أصاب، لأن الدساتير هي أسمى وثائق، أسمى وثيقة في أي دولة تحكم المجتمع داخل الأطر القانونية، لكن لا يجوز أن يكون هناك زخم كبير في مواد الدستورية، لأن الدستور هو محاور كبرى، هو أبواب كبرى، لكن الذي يضبط تلك المحاور وتلك الأبواب، وأقصد بذلك التدقيق والتشخيص، هو القوانين العضوية وكذا أيضا القوانين الأخرى التي تنظم هذه الأبواب وهذه المضامين. لكن المحاور الكبرى هي التي ينص عليها الدستور كما قلت، وهي الوثيقة الأسمى في أي دولة. وأيضا لا يجوز أيضا أن نقوم بتعديل الدستور كلما سمحت الفرصة، أو كلما رأينا ذلك لأهواء أشخاص أو لاعتبارات شخصية معينة وفق ما يحكم أهواءنا الشخصية، ولكن تطور الدستور أو تعديلات الدستورية تحصل وفقا وتماشيا للتعديل أو التطور الذي يحصل في المجتمع، والذي يصبح حتمية بذلك تفريضه أو يفرضه الواقع. لكن أعود إلى أن هذا الدستور الذي أشار إلى تعديله السيد رئيس الجمهورية في العديد من البنود، خاصة ما تعلق بالحريات الفردية والجماعية، أذكر فقط بأن لما نفكر في تعديل دستوري بهذا الشكل ومن في هذا التوقيت بالذات، يجب أن نراعي كل خلفيات المجتمع الجزائري، كل التطورات التي حصلت في المجتمع الجزائري، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى التنظيم السياسي أو حتى على مستوى المجتمع ككل، وفق ما تفرضه هذه التطورات، على أن نمضي إلى التطبيق الفعلي لتلك المواد الدستورية التي تضبط مثل هذه الحقوق والفرديات. وأنا أخص بالذكر الحقوق والفرديات، لأن الحقوق والفرديات لدى المجتمعات تقاس بمقياس تطورها. وهنا أيضا أعرج على باب أن الحقوق والحريات تتناسب مع تطورات المجتمعات، وتتناسب أيضا مع ما يكتسبه هذا المجتمع من فكر، من تطور، من عقيدة، من تطور في المجتمع وفي الأمور الأساسية التي تضبط حياة المواطن بشكل عام. نعم، هناك من يذهب إلى الاعتبار أن بلداننا العربية أو العالم الثالث عموما لا تحتاج إلى تعديلات أكثر مما تحتاج أن يتماشى أو تتوازى الإرادة السياسية مع المبادئ الدستورية. ما رأيك أستاذة في هذا الموضوع؟ أكيد أن المواثيق الدولية، معظم الدول أو جل الدول، إن لم أقل كلها والجزائر من بينها، قد صادقت على المواثيق الدولية تحكم حقوق الإنسان في العالم وفي المجتمع الدولي. لكن هل فعلا نحن وصلنا إلى حد تطبيق تلك الحريات، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد هناك حرية مطلقة، باعتبار أن حريتي تنتهي عند بداية حرية الآخرين، وهنا أقصد سواء الحريات الفردية أو حتى الحريات الجماعية التي ضبطتها الدساتير في الدول والمواثيق الدولية. لكن المجتمعات العربية خاصة هي مجتمعات تئن تحت وطأة مستغليها بين قوسين، هنا هم الأشخاص الذين يحكمون هذه الدول، يحكمون هؤلاء الشعوب، تلك الشعوب، ولكن لا تحكم بضمير، لا تحكم وفقا للدساتير، لا تحكم وفقا للمصلحة العليا للدولة، المصلحة العليا لهذا الشعب، حرية هذا الشعب في الأطر القانونية والتنظيمية التي تفرضها القوانين الداخلية، والتي أيضا تحين طبقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية. هنا نحن محتاجون فعلا وحقيقة، خاصة في هذا الظرف بالذات، إلى إرادة سياسية قوية للتغيير، إرادة سياسية قوية
التغيير الفعلي الذي تحتمه المرحلة، خاصة بعد تحرر الشعب ضمن حصل منذ 22 فبراير. نعم. أستاذة دكتورة فتني منار، أستاذة في القانون، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. شكرا جزيلا.